Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais la vidéo à l'inaté comme vous faites, un prestige. Ça comme la vidéo. Maintenant, ça, je dis j'aime, abonné, commentaire, tata, chatte, talikas. Et même qui m'a comme tout, faut halwa, salat, tader, ou bnina bzaf. بالنسبة للمكونات سهلة بزاف وبسيطة موجودة في أي بيت. شا عندي شوكولا بيضة عبارة تاع لافيتين وعبارة تاع قاتو ملحي وعبارة تاع حلوة الترك وعبارة تاع كاوكاو محمر وطحنته تاني وقطايف محمسين ومبعد درت في بول وخلطت كامل النواشف. وهنايا نلم المكونات بالنيسلي وتوفيا كامل وتوفيا كراميل. بعد ما تخلطي النواشف كامل غاية تخلطيهم مليح ضيفي لهم النيسلي وتوفيا كراميل. وهذا هو القوام النهائي تاعو. يكون جاري وما يكونش ناشف بزاف، يكون بهذا الشكل. المهم تقدري ديروا هذا لي بول ديفو عبر تاع قطايف. وهذا هو المول اللي غادي نخدم به. وجبت هذيك الشيكولا كما راكم تشوفوا، ديك الشيكولا شابه بزاف ودوبتها في حمام مائي بامارين بدون اضافات، يعني دوبتها ومزت لها حاجه. راكم تشوفوا هنايا بانسيت هذيك الشيكولا في المول تاعي. درت الكوش الاول، درت كوش رقيق، درت كوش رقيق ومن بعد ندخلوها للمجمد ونزيدو الكوش الزاوج. شوفوا هنايا درت الكوش الاول ودوك ندخلو للفيجيدار قد لي يبرد لي ونزيد الكوش الزاوج. وهنايا اجمد لي وراني زيت الكوش الزاوج. كيما تشوفوا جبت كامل تاع توفيا، حطيت هنايا ملعقه صغيره في القاع تاع الحبه. كيما راكم تشوفوا بعد ما عمرتو كامل بالكراميل ومن بعد نديرلو العقده. بعد ما عمرت العقدة تاعي وسقمتها جبت ملعقة صغيرة وبديت نبانسي في الحبة باش نبلعها ومن بعد نخلوها تجمد ونقلعوها. تاني كتولي تعمري في العقدة تاعك في الشيكولا، ما تعمريهاش حتى الفوق، خلي شوية يسباس باه نديرو الشيكولا البيضاء باش نبلعو الحبة مليح وما تكسر لناش من نقلعوها من المول تاعنا. وهنا كيما راكم تشوفوا راني نقلع الكاطو تاعنا من المول. بعد ما نقيت الحواف كامل زينت درت لا جولي و باش يلزق لي من الفوق هداك الورد ناتشور والسوريز. والتزيين يبقى اختياري، كل وحدة كيفاش تبغي تزينو، كاين اللي تبغي تنقص وكاين تبغي دير اضافات.
وهنا اللمسة الأخيرة ضفت لها لافيدور. المهم هي الحلوة تاعنا في طبق التقديم، إن شاء الله تكون جاتكم سهلة وبسيطة وجربوها، وباي باي.